مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا الكاتب والصحفي من بغداد السيد أحمد الجميلي. أهلا بك سيد أحمد. بداية، شهيد جديد في ساحة التحرير بهجمات القوات الحكومية والميليشيات، لماذا تستمر القوات الحكومية بهذه الممارسات القمعية؟ نعم، هذا اليوم لن يختلف عن الأيام السابقة، حيث شهدت ساحة الخلاني ومقتربات ساحة التحرير قيام القوات الحكومية ترافقها عناصر من ميليشيات الأحزاب بقمع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص من بنادق الصيد باتجاه وجوه وباتجاه صدور المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى في صفوف المتظاهرين، بعضهم قد أصيب بإصابات بليغة. هذا اليوم كان لدينا شهيد واحد، وأيضا كان هنالك إصابات بليغة في منطقة الوجه، ما أدى إلى فقدان بعض المتظاهرين لبصرهم بسبب إصابتهم بالصچم، وهي إطلاقات خاصة ببنادق الصيد في مستوى الوجه وفي مستوى الصدر. وأن الحكومة وميليشياتها تراهن على الوقت وتراهن على عامل القمع والترويع من إنهاء هذه الانتفاضة وإنهاء هذه الثورة الشعبية. وأيضا هنالك إجراءات أخرى ستتخذها القوات الحكومية والحكومة من خلال محاولة فتحهم لجسر السنك بالقوة وتحت تهديد الميليشيات وتهديد القوات القمعية. وأيضا هنالك مسعى لافتتاح جسر الجمهورية. إلى أي مدى ترى أن الثوار مستعدون لجولة جديدة من جولات الألاعيب السياسية للأحزاب التي بدأت بها بالفعل بطرحها لشخصيات معينة الآن على الساحة السياسية؟ نعم، في الحقيقة الشيء اللافت في هذه الانتفاضة ومنذ يومها الأول في الحقيقة هنالك إصرار لافت لجميع المراقبين، هنالك إصرار يعني يدعو إلى التعجب. وعندما تزور ساحة التحرير وتزور ساحة الخلاني تشاهد جموع المتظاهرين بصدور عارية يواجهون هذا القمع الحكومي، يواجهون الرصاص الحي ويواجهون قنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد، إلا أنهم مصرون على مواصلة هذه الاحتجاجات لحين تحقيق كافة المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون. هذه الأمثلة الرائعة يضربها المتظاهرون يوما بعد يوم، وهذا الإصرار راسخ في صدور جميع المتظاهرين، لأنهم على علم وعلى يقين من أن هذه يجب أن تصل لأهدافها ويجب أن تحقق الأهداف التي خرج وذهب من أجلها أكثر من 600 شاب شهيد من رفاقهم. هذا الإصرار رأيناه يتجسد من خلال رفع صور الشهداء أمام القوات الحكومية، وشاهدنا بعض المتظاهرين يصفون في وجوه الضباط وفي وجوه القوات القمعية من أننا ولأجل دماء هؤلاء الشباب لن نغادر ساحة التحرير وسوف نحقق كافة. في هذا الإطار، هل هناك خطوات تصعيد سلمي جديدة سيتبعها المتظاهرون في ظل هذا التعامل الدموي من قبل الحكومة وقواتها وميليشياتها، وهذا التعنت في ترك المناصب ويعني إعطاء الخيار للشعب العراقي؟ نعم، بالتأكيد لدينا رقم 8 من هذا الشهر تظاهرة نسوية ستخرج في ساحة التحرير وفي بقية ساحات التظاهرات. هذه التظاهرة هدفها التركيز على تتعرض له الناشطات في ساحات التظاهر من عمليات طمع وعمليات تنكيل على يد ميليشيات سرايا السلام على سبيل المثال وغيرها من الميليشيات. وأيضا ما تعرضت له بعض الناشطات في جنوب العراق من عمليات وتهديد، وأيضا هنالك استعدادات سيقوم المتظاهرون من أجل تحشيد
إطلاق مليونية جديدة تأكيدا على مواصلة هذه حتى تحقيق كافة أهداف. طيب أشكرك شكرا جزيلا من بغداد السيد أحمد الجميلي الكاتب والصحفي العراقي.